السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا 100 مليون قرضا لمستخدمي التربية لشراء السيارات، مليون قرضا عفوا أو 100 مليون قرض لمستخدمي التربية لشراء السيارات وضعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، نقصد بها جميع قطاع التربية في جميع الولايات. 4 شروط لتمكين عفوا الموظفين والعمال من الاستفادة من قرض لشراء السيارة، من أبرزها ألا يكون المستفيد متواجد في عطلة طويلة المدى، مثلا عطلة طويلة مرضية أو أمومة أو إلى آخره. من الاستفادة يعني إذا كان في عطلة، بعد ما يدخل من العطلة يقدر الاستفادة أكيد. تمكين الموظفين والعمال من الاستفادة من قرض لشراء سيارة، من أبرزها ألا يكون المستفيد متواجدا في عطلة طويلة المدى وألا يكون مدينا لدى لجنة الخدمات، في حين أقدمت اللجنة على تحديد الضوابط العامة في مجال سلفة المركبة عفوا، وذلك تزامنا والاستئناف نشاط استيراد وصناعة السيارات الذي يعني رانا نشهده في بلادنا مؤخرا. وفي هذا الصدد سيحصل المستخدم وفي حال توفره على كافة الشروط على قرض قيمته المالية 100 مليون سنتيم يمنح له مرة واحدة خلال مساره المهني، يعني في الكارير تاعو كومبلي يدي خطرة واحدة على أن يتم إسقاط الاستفادة على الموظفين والعمال المدانين والمتواجدين في عطلة وجاء في الضوابط العامة عفوا التي تحكم تسيير نفقات أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية في الفصل الرابع المتضمن سلفة شراء مركبة. شروط الاستفادة 4، يتعلق الأمر حسب فحوى المادة 107 بأنه لا يكون المعني بالأمر في عطلة طويلة المدى، إلى جانب أن لا يكون مدينة لدى لجنة الخدمات الاجتماعية، علاوة أن لا تكون مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد القرض، في حين يجب أن تقتصر الاستفادة على أحد الزوجين العاملين في القطاع، أكيد إذا كان الزوجين يعني الكوبل يعني في نفسهم في زوج يعني يكونوا هما يخدموا في قطاع التربية، دونك هنا يستفيد واحد منهم. وبخصوص الملف المطلوب للحصول على القرض، أكدت المادة 108 من ذات الضوابط العامة والتي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية على أن المستفيد مطالب بإحضار استمارة، شهادة عمل حديثة، كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان، وكشف الراتب الأخير شهر قبل إيداع الملف على الأقل، شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة، وشهادة عائلية، بالإضافة إلى تقديم كل من عقد السلفة عفوا الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية، يسلم من طرف اللجنة الولائية، وكالة الاقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية، تسلم من طرف اللجنة الولائية، ووصل مساهمة الموظف، كما تقرر أن يكون الاقتطاع على مدة 50 شهرا أي على مدار 4 سنوات وشهرين. دراسة ملفات الاستفادة من القرض على 3 فئات، إذا هذا هو جديد أنه مستخدمي قطاع التربية، ممكن نقول مستخدمين الجميع خاصة بالأساتذة وبالعمال وبالموظفين وبال يعني مهما كان المنصب نتاعهم والمقتصر إلى آخره، يعني هنا احنا كنقولوا جميع مستخدمي وزارة التربية والتعليم أو قطاع التربية والتعليم يقدروا يحطوا باش يستفادوا من لجنة الشؤون الاجتماعية ولا خدمات تاع السوسيال كما احنا نقولوا يعني بالصفة باللغة العامية، أنهم يستفادوا من سلفية تاع 100 مليون تمكنهم من شراء سيارة، هذه السلفية يردوها في مدة 4 سنين وشهرين أي تاع 50 شهر يتم الاقتطاع تاع هذه السلفية، إذا كانوا الشروط أنه ما يكونش عنده دين للجنة، يعني ديجا لجنة الشؤون الاجتماعية راها مسلفت له أو عنده دين أو إلى آخره.
أو يكون عنده أيضا بالنسبة للزوجين إذا كانوا يخدموا في القطاع، يعني إذا كانوا في نفسهم في زوج يخدموا في القطاع، هنا في هذه الحالة راح يكون يستفاد واحد فيهم. النقطة الثانية أنه لازم يكون بالنسبة لهذه السلفية، ولا يكون عفوا أنه في عطلة طويلة الأمد ولا طويلة المدة إلى آخره، وأيضا أنه يكون بالنسبة للتقاعد أنه ما تكونش مدة أقل من مدة الإحالة على التقاعد أقل من مدة تسديد هذا القرض، وبالتالي يتمكن الجميع من الاستفادة من قرض هذا نتاع 100 سنتيم أو 100 مليون سنتيم إلى آخره. دونك هذا هو جديد، إلى اللقاء.